بتاخد وقت قد ايه لما بتيجي تجهز عشان تخرج وتلبس وتنزل يعني؟ 10 دقايق مثلا. طيب خطيبتك بقى او الست عموما بتاخد وقت قد ايه؟ يعني ساعة، ساعتين، ثلاثة، ما تعدش بقى. بتاخد من 5 ساعات لو انت بتقعد كتير، تفضل مقدرة الواحد عمال ما تلبس اصلا. اللي بيتأخر اكتر عامة يعني ومقروفة الست. الراجل ما بيكملش 10 دقايق يعني، لو نزل رايح مش مستعجل هيروح مثلا ما هوش اي حاجة تاني ممكن يتركع شوية. مين بياخد وقت اطول في انه يجهز عشان ينزل ويخرج الخروجة يعني واللبس وكده، الست ولا الراجل؟ لا الست، نص ساعة فيما فوق يعني، لو في مناسبة كده ولا حاجة ممكن ساعة. لكن لو خروجة وكده نص ساعة تلت ساعة يعني، ممكن لو مستعجلة قوي بالكتير 10 دقايق. 10 دقايق؟ بلبس على طول، ده لو نازلة على الشغل متأخرة جدا. وممكن بقى لو هخرج خروجة محترمة فممكن ساعة، ساعة ونص كده يعني. أما 10 دقايق 5 دقايق بالكتير والدنيا خلصت خلاص.